كل الناس بتقول يا رب. يبدو ان احنا مقبلين على حلقه بكره صعبه شويه، يبدو يعني. انا راضي والترجي راضي، مالك انت يا فاضي يعني، مالك انت وبينا؟ اعرض له الجماهير التونسيه لما جه، اعرض له بكره الجمهور التونسي لما جه، لما قال له احنا اهلي. لا مش كده، لسه الاهلي والترجي كبار، مالك انت بينا يا فاضي؟ المشكله يا اخي، المشكله وحياه ربنا يعني حاجه تشلك. تشلك يعني. في حد يطلع يقول لك ايه؟ وهنا السؤال، هنا السؤال. بكره مقبلين على حلقه من الساعه 10:30. يعني انا ساكت وبقالي اسبوع بنتكلم على المباراه النهائيه، والاسبوع اللي جاي برضه هنتكلم على اهميتها، والاهلي يكسب الترجي يكسب، يعني دول اكبر فرقتين في افريقيا في الوقت الحالي يعني. لكن بتزعلوا يعني. بكره هنسمع بشكل كويس قوي، وهنتكلم بشكل تفصيلي جامد جدا، واحنا ما بنزعلش وانا ما بزعلش، ومش هقول حاجات مثلا ايه يعني بعيده عن الواقع او بعيده عن اللي اتقال، هقول الحاجات اللي اتقالت، وهنستعرض برضو الحاجات من وجهه نظرنا ووجهه نظر العالم العربي. لكن هبقى اقول برضو، هرجع اقول يعني، خلينا دايما في المباراه الثانيه، المباراه الاهم. الاهلي ما خدش البطوله لسه بدري جدا جدا جدا. هعرض لكم مفاجاه دلوقتي، حالا يا سمره، هبعت لك حاجه تقول لكم ان دي ضربه جزاء صحيحه مليار في الميه، مليار في الميه. يعني مش كل واحد دمه خفيف وظريف ولطيف هيبدا يتكلم في عبارات. احنا برضو دمنا خفيف والله العظيم، ثلاثه دمنا خفيف جدا، والناس اللي معانا دي عارفه ان دمنا خفيف جدا. فهو كل واحد هيفضل يقول لك تعليقات كده، يعني تعليقات اشبه بالتعليقات مش عايز اقول السوقيه، لكن اشبه بتعليقات اللي ما ينفعش تتقال في التلفزيون، تمام. لكن هعرض لكم ضربه جزاء وليد ازارو، بتاعت وليد ازارو صوره، خليكم بقى يعني مركزين معايا. كابتن شريف، يعني الاهلي قطع نص المشوار، الحمد لله قطع نص المشوار، لكن يبقى النص الاهم اللي هي في منصه التتويج. دلوقتي لحد دلوقتي ما فيش منصات تتويج، في نص شوط اتلعب او شوط كامل اتلعب، ويبقى الشوط الثاني تحضيرات لقاء العوده. كابتن شريف، طب قبل ما بس اسمع منك، اعرض يا عم، بصوا على ايد شمس الدين زوادي، وهات النص كده يا برنس، يا كابتن سمير عكاشة عالمي، هات التيشيرت بتاع وهو مقطوع، بص ايد اليمين بتاع شمس الدين زوادي، هات النص بقى يا كابتن، اعمل اللي انت عايزه. في فرق شاسع ما بين الكاره والغضبان والحاقد. الكاره هيفضل كاره طول عمره اهي. لا، عايز شمس الدين زوادي وايده تكون واضحه قوي، بعيده شويه، دخلها لي حتى في وشي، يعني قربها من مراخيري مفيش مشكله، قربها من بقي، دخلها جوه وشي ما عنديش مشكله خالص. كمان زوم كمان كبرها واعملها برنت. زوم كمان يا سمره، زوم كمان، وتعالى يا برنس كده، عرضت كمان التيشيرت وهو مقطوع، وهدي لك فرصتك وتالقك، عشان هيجي لك كمان يعني خالد يوسف هياخدك معاه في الاخراج، هات لي البنالتي الاول، بص ايد شمس الدين زوادي، اوكي، وهات لي كمان البنالتي الاول اللي انا بعتها لك دلوقتي على طول، من صوره ما فيش اوضح من كده. لكن يبقى جمال الشريف هو جمال الشريف، مش هيفرق كتير عن الناس اللي موجوده عندنا هنا وحبايبنا اللي موجودين. بكره هنحضر لحاجه حلوه ان شاء الله. البنالتي الاول معز الدين بن شريفيه، والبنالتي الثاني شمس الدين زوادي، هات الاثنين. مش فوتوشوب ده على فكره، يعني مش فوتوشوب ده على فكره خالص، مظبوط يا دي لاين مان يا سيد لاين مان، زي ما قال هاي يا بلال. انا هدي لك تيشيرت بتاع كابتن شريف. شكرا يا كابتن لاين مان. هات الاثنين بقى. اتفضل يا عم، ده ايد معز الدين بن شريفيه، وفخد معز الدين بن شريفيه في ركبه وليد ازارو، الاثنين. لا، هات الاثنين جنب، ايوه كده، دون الاثنين بنالتي. تعالى. الا تستحون
ألا تنظرون؟ ألا تعقلون؟ ألا تفقهون؟ الموضوع باختصار شديد جدا، اللي في القلب في القلب. الله الوكيل، لو جبت الايه، لو عملت ايه، لو قعدت تقول شعارات من هنا للسنه الجايه، عملت زار، لو ما عملتش زار عملت زار، مش ممكن. هو هيطلع هيقول لك كذا وكذا وكذا. يعني بكره هنحضر لحاجه حلوه، 10 ونص هنحضر لحاجه حلوه. هو الاهلي بس عنده شويه حاجات في النهايه، حاجات بسيطه كده، نهايه افريقيا، وبعدين يعني هيخلصها ويرجع لكم في الدوري المحلي. عايز تعرض المشجع التونسي الجميل.